مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس مادة النشاط العلمي. سنتطرق في هذه الحصة للأغذية المضرة وتأثيرها على الصحة. الأغذية المضرة بصفة عامة هي الأغذية التي تضر صحتنا، بحيث عندما نأكلها أو نتناولها نشعر بالألم كما يشعر به هذا الطفل الصغير. الآن سنمر إلى تحليل الصورتين. الصورة الأولى عبارة عن محل لبيع مواد غذائية، ولكن كما تلاحظون هنا فإن هذه المواد الغذائية ليست محمية. نعم، وبما أنها ليست محمية فإنها معرضة للميكروبات والجراثيم. إذن هذه الأغذية ومثلها هي أغذية مضرة لصحة الإنسان. الصورة الثانية هي صورة طفل يتألم ويضع يديه على بطنه بعد أن تناول غذاء مضرا بصحته. غالبا هذا الطفل قد تناول الأغذية من مكان لا يوفر شروط النظافة للأغذية، مثل الباعة المتجولين أو مثل المحلات التي تعرض المواد الغذائية في الهواء بدون حماية. إذن يجب دائما تجنب شراء الأغذية من مثل هذه المحلات التي لا توفر النظافة للأغذية. إذن السؤال هنا، ما الأغذية التي تضر بصحتي وكيف أحتاط منها؟ هذا سؤال. في نظركم ما الأغذية التي تضر بصحتي وكيف أحتاط منها؟ الآن سنقوم بكتابة بعض الأجوبة المفترضة لهذا السؤال. دائما الأجوبة ليس بالضرورة أن تكون صحيحة، المهم أن نحاول الإجابة عن هذا التساؤل. إذن في نظركم ما الأغذية التي تضر بصحتي وكيف أحتاط منها؟ نعم، مثل المعلبات. المعلبات هي من بين الأغذية المضرة. جيد، ماذا أيضا؟ جيد، المشروبات الغازية فهي أيضا من بين الأغذية المضرة. ماذا أيضا؟ ممتاز، نعم، رقائق البطاطس. طبعا المعلبات خاصة المعلبات التي انتهت مدة صلاحيتها، من الأفضل تجنب المعلبات، وإذا كان لابد أن نتناول المعلبات فيجب أن نراقب مدة صلاحيتها. المشروبات الغازية أو كما نسميه نحن الليمونات، فإن الإكثار من شرب المشروبات الغازية مضر للصحة، لأن المشروبات الغازية لا تحتوي على أي شيء. رقائق البطاطس كذلك فهي مضرة للصحة، خاصة أنها لا تحتوي على أي فيتامينات ولا أي بروتينات ولا أي عنصر مفيد لصحة الإنسان. لذلك من الأفضل تجنب هذه الأغذية المضرة. طبعا توجد مجموعة أخرى من المواد أو الأغذية المضرة، قومون بالبحث عليها وتسجيلها في دفتر التقصي. السؤال هو ما الأغذية التي تضر بصحتي وكيف أحتاط منها؟ تكتبون الأغذية التي تضر بصحتي، المعلبات، المشروبات الغازية، رقائق البطاطس، الحلويات إلى آخره. المهم تضيفون بعض الأغذية المضرة للصحة. إذن الآن سنمر إلى النشاط الموالي. إذن هنا لدينا 5 أغذية مضرة تمثلها هذه الصور. الصورة الأولى، الصورة الثانية، الصورة الثالثة، الصورة الرابعة، الصورة الخامسة. هنا لدينا 5 كلمات: معلبات، حلويات، رقائق البطاطس، أو ما نسميه نحن بالشيبس، مشروبات غازية، والمثلجات أو لاكلاس. المطلوب منا في هذا السؤال هو ترتيب
وكتابة كل بطاقة الاسم المناسب للغذاء الذي قد يضر بصحتي. بالنسبة للصورة الأولى، هل تمثل المعلبات أم الحلويات أم رقائق البطاطس أم مشروبات غازية أم مثلثات؟ إذن يجب ترتيب هذه الكلمات بحيث تتناسب مع مضمون الصور. إذن المعلبات نضعها في، نعم جيد، المعلبات هذه هي المعلبات، نعم. حلويات، أين هي الحلويات؟ نعم هذه هي الحلويات. رقائق البطاطس أو الشيبس، نعم جيد، هنا عفوا، جيد. مشروبات غازية، هنا مشروبات غازية، ثم أخيرا المثلجات نضعها هنا. أعتقد بأن هذا التمرين هو التمرين سهل، ولكن يجب دائما أن نلاحظ الصور جيدا ونسجل هذه المواد الغذائية الضارة. لماذا؟ لكي نتجنبها. لدينا رقائق البطاطس، المثلجات الباردة، المعلبات بصفة عامة، الحلويات والمشروبات الغازية. إذن هذه كلها أغذية مضرة بالصحة. ننظر الآن إلى السؤال الموالي، أبحث عن بعض الاحتياطات. إذن هنا كيفية الاحتياط من الأغذية مضرة بالصحة. أبحث عن بعض الاحتياطات التي يجب اتخاذها للحفاظ على صحتي، ثم أتمم الجملة بما يناسب من الكلمات: الثلاجة، انتهاء صلاحيتي، أغسل المعلبات. إذا المطلوب منكم هو ملء هذه الفراغات بالكلمات المناسبة. طبعا سأترك لكم بعض الوقت للتفكير في هذا السؤال، وبعدها نقوم بالتصحيح. إذا نصحح الآن، أتأكد من تاريخ الثلاجة أو انتهاء صلاحيتي أو أغسل أو المعلبات. من تاريخ، نعم جيد، انتهاء صلاحيتي، ممتاز. لا أتناول الثلاجة أو لا أتناول أغسل أو لا أتناول المعلبات، نعم جيد، لا أتناول المعلبات التي يظهر عليها انتفاخ أو اعوجاج أو صدأ. أحفظ الأغذية في الثلاجة، نعم جيد، في الثلاجة. الثلاجة دورها مهم جدا في المنزل حيث تحافظ على الأغذية. في الأخير تبقى كلمة أغسل. إذن أغسل الخضراء والفواكه جيدا قبل أكلها، ممتاز. إذن هذا هو صحيح هذا التمرين. الخلاصة العامة هو يجب اجتناب الأغذية المضرة مثل رقائق البطاطس، المثلجات، المعلبات، الحلويات والمشروبات الغازية، ويجب التأكد بانتهاء صلاحية المنتج الغذائي، عدم تناول المعلبات، وحفظ الأغذية في الثلاجة، وغسل الخضر والفواكه جيدا قبل أكلها. إذن هذه هي المعلومات المهمة التي يجب أن نستنتجها من هذه الأنشطة. جيد، نقوم الآن ببناء خلاصة تلخص مضمون هذا الدرس. طبعا الخلاصة عبارة عن جملة بسيطة، سنقوم بملء الفراغات بما يناسب تضر صحة تجنب. إذا للحفاظ على الكلمة التي سنختار، نعم هي صحة، نعم جيد، للحفاظ على صحة جيدة يجب، نعم
تجنب تناول الأغذية التي نعم تضر بالصحة. إذا الخلاصة هنا للحفاظ على صحة جيدة يجب تجنب تناول الأغذية التي تضر بالصحة، مثل ماذا؟ نعم مثل المعلبات، رقائق البطاطس، جيد، مثل الحلويات، مثل المشروبات الغازية، مثل المثلجات إلى آخره. إذن كلها هذه هي أغذية مضرة بالصحة. أستثمر أضع علامة في دائرة السلوك الغذائي المضر بصحتي. لدينا هنا 5 صور لبعض الأغذية، سأقوم بوضع علامة على الأغذية المضرة. إذا المشروب الغازي هو غذاء مضر، إذا أضع هنا علامة، هنا أكل صحي، إذا هذا الغذاء هو غذاء صحي وليس مضرا بالصحة، هنا أكل الحلويات، والحلويات هي من بين أغذية مضرة. أيضا هنا أكل صحي، عصير البرتقال، هنا بعض الفواكه الصحية، هنا لدينا رقائق البطاطس. إذا الأكل هنا غير صحي. إذا علامة تضع في الصورة الأولى، الصورة الثالثة، والصورة الأخيرة، الصورة الخامسة. إذن إلى هنا ينتهي هذا الدرس. أشكركم على حسن تتبعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.